جماعة خير، يعني إن شاء الله توصل الرسالة، واللي قاعد يسوي ده الشيء يحس على دمه شوية. أنا ليه تقريبا أسبوع ونص كل ما أصحى وأنزل سيارتي ألاقي كفر من كفراتي منسم، فاكك البلف ده وحاطط لي بحصة جوا ومقفل البلف. ما عندك مشكلة، أنا بالي طويل يعني، يعطيك العافية فلا أنت، بس تعرف لو قفطتك ورب النعمة لخليك كفر، أنا بقول لك أوكي. فاللي عندي في المنطقة قاعد يسوي فلة وكل يوم كده كفر من الكفرات، أحب أقول لك ترى أنا عادي جدا طبيعي، بصحى الصباح صرت أعمل حساب إنه قبل بلوس ساعة من مشوار أصحى أروح البشرة أصلي على الكفر، فيعطيك العافية. بس لا أقفطك حقيقي عشان ربي، لا خليك كفر وأصورك وإنت كفر، أنا بقول لك أهو حصورك وأخليك كفر. أنا صباح الخير، صباح النور، صباح التفاؤل، صباح أضحك الدنيا تضحك لك، لا تخلي شيء يأثر عليك، وخليك دائما وعارف ومتأكد إنه ما في مشكلة بإذن الله إلا ولا حل. صباح الزائد يا حبيبي، صباح البوزيتيف، هات النيجاتيف اللي عندك.